عليكم، معكم فضل الله عارف، متدرب في معهد تكوين في مهن صناعة السيارات الدار البيضاء. بعد ما خديت الباك ديالي التحقت بهذا المعهد واختاريت شعبة صيانة السيارات. اختاريت شعبة صيانة السيارات لأنها كتفتح آفاق كبيرة في سوق الشغل من بعد أخذ ديبلوم ديال تقني متخصص في هذه الشعبة. بالنسبة للتجربة ديالي في المعهد كانت تجربة جيدة، وذلك راجع لا فورماسيون اللي كيوفرها لنا المعهد، بحيث أننا كندوزو فترات في المعهد اللي هي عبارة عن دروس نظرية وكذلك تطبيقية، بالإضافة إلى أننا كندوزو فترات تدريبية خارج المعهد بشركات في القطاع. زيادة على ذلك أن المعهد كيتوفر على معدات جد متطورة اللي كتسمح لنا باش نواكبوا متطلبات سوق الشغل، مثلا سيارات الكهربائية والإبريد. بالنسبة للطموحات ديالي إن شاء الله من بعد ما ناخذ الدبلوم في الإفمية، نحاول إن شاء الله أنني نطور من المهارات ديالي في المجال من خلال شركات اللي هي رائدة في هذا المجال بطبيعة الحال، وعلاش لا إن شاء الله ما نديرش مقاولة ديالي من بعد ونخدم معايا ناس اللي هما طموحين بهذا المجال وبغاو حتى هما يطوروا من المهارات ديالهم. بالنسبه للرساله ديالي للشباب انه اللي هو الطموح بطبيعه الحال بهذا المجال نتاع صناعه السيارات انه يجي المعهد اللي في 100، وذلك راجع لان هذا المعهد كيوفر واحد لا فورماسيون اللي هي بروفيسيونيل كتساعد على الانتيغراسيون في لو مارشي دو طرافاي بواحد الطريقه اللي هي سريعه.